Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ma vidéo je dis donc. Moi maintenant parce que je suis comme blanc et d'ailleurs. Had la vidéo à dire et qu'on fait un jeu de les recettes. Jeu de les recettes les deux sont. Non voilà c'est Martial Fin. On s'en sort tous. Ou demain minuit j'ai tenu la vidéo. Minuit j'ai tenu le montage. Je veux tenu les comme le mot qu'dim. Après on arrive tard ou le avant comme ni fait tard. Ça là. Ou quand ça mène à le pyjama ou des matchs. Chal chal ça. Dit minuit j'ai le livre. مي تفكرت بانني غدا اختي نحط لكم فيديو اللي هو السبت دونك هزيت الكاميرا وقلت ندير لهم المقدمه. المهم هاد لا فيديو هادي غادي يكونوا فيها ان شاء الله جوج ديال لي غسيت كيف ما قلت لكم. لا غسيت الاولى ديال لي كوكيز وي عاود درت لي كوكيز وهاد المره صدقوا ليا. وشنو درت عاوتاني ولي سوشي دونك فوالا غادي تكون حتى لا غوسيت ديال لي سوشي. المهم غادي تلقاو الشرح كامل وداكشي في لا فيديو. زعما انا كنت كنهضر في لا فيديو عادي هذا ما كان. جيسبيغ تعجبكم هاد لا فيديو هادي. ما تنساوش ديروا ليا لايك وضغطوا على زر الاشتراك الا كنتو مازال ما مشتركينش ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. وما تنساوش الا جربتوا لي غوسيت بارطاجيو معايا لي فوتو في انستغرام. باي باي. الوغ لقيتوني غادي نعاود لي كوكيز. ما تسرطاتش لي داك النهار ما صدقوش ليا. هاد المره خديت لا غوسيت ديال نسيمه لا شين ديالها ويد نسيمه. صراحه كاع كاع لي غوسيت ديالها واعرين دونك خديت لا غوسيت ديالها دونك دابا سي سيغ غتصدق. المهم دابا نوريكم خبيز ديال ماما صايبات خبيز ديال الدار. الوغ المهم قيدت هنايا لي زانغريديون كاملين باش غادي نجي نصايبها. كنحتاجو لو سوكر رو, كنحتاجو بيضه, كنحتاجو 150 غرام ديال الزبده. ماشي ولا بدات تذوبوها مي خصها تكون فريمون هكا مول يعني فهمتي مرخيه بزاف. خاصنا ليكستري دو فانيل, ملحه, لا لوفور شيميك و طحين وخلاص لي بيبي دو شوكولا. دونك كنبداو اول حاجه كنديرو هذا السكر كنخلطوه مع ديك الزبده. نوريكم انا الزبده ديالي كيفاش جبتها من الثلاجه وحطيتها غير شويه في الفران باش تسترخى. فوالا ها هي الزبده. المهم الفران راه كان شويه سخيخن داب شويه ولكن مازال الطرف زعما كبير هو هذاك. دونك غادي نزيد عليها 10 ديال المعالق ديال السكر. المعالقه البنات ما يكونوش عامرين دونك هذه معلقه كبيره ولكن في هذا القياس هذا 10 المعالقات. انا جو بونس غادي ندير نص سكر رو ونص سكر عادي. المهم لقيتوني كنهضر مع نسيمه صيفطات ليا لي زانغريديون زعما داكشي اون ديتاي. تنخلي لكم هكايا لا غوسيت الا بغيتوها. وشوفوا واحد الحاجه مهمه قالتها لي على ود الطحين. سمعوا مزيانه لا بريباراسيون مزيانه يس. دونك دابا زيدي الدقيق. واحد الحاجه مهمه بزاف فاش تزيدي الدقيق فاش تحركي ما تحركيش بزاف. اون فوا يبان لك الدقيق تجمع صافي حبسي. حيت شنو اللي كيوقع الدقيق بلو كنحركوه تيديفلوبي داك الجلوتين ديالو وداك الجلوتين ديالو كيعطيك ان ريزولتا بحال قلتي مخبز شي شويه. دونك فهمتي سي تري امبورطون في لي كوكي ان الواحد اون فوا يحرك ويتجمع ليه لاباط صافي يحبس ما يبقاش يحرك ويحرك ويحرك. دونك فوالا انا من بعد ما حركت ديك الزبده مع السكر عطاتني بحال هكا. دابا غادي نزيد بيضه وغادي نزيد داك ليكستري دو فاني معلقه صغيره ديال ليكستري دو فاني ونزيد نحرك باش ابري غادي نزيد هذا. غادي نزيد نص خميره ديال فوالا خميره نص خميره ما ديالهاش نص ساشي ديال الخميره وشويه ديال الملحه اون بانسي دو سيل ولا فارين ولا عندكم بيكربونات دو صود حتى هي زيدوا شويكيك. دونك فوالا هنايا عبرت القياس ديال الطحين اللي هو 240 غرام. زدت عليه شويه ديال الملحه وداك النص ساشي ديال الخميره وغادي نبدا نزيد على لاباط ديالي ونحرك كيف ما سمعتوا ما خصناش نحركو بزاف. اي فوالا دونك ليتاب فينال كتزيدوا دي بيبيت دو شوكولا واللي ما عندوش شوكولا يقدر يدير طريفات بحال هكايا. انا درتهم بجوج الصراحه. المهم هانتوما لا تيكستور كتجي بحال هكا. دونك دابا غادي نخلطهم باسكو مازال ما خلطت هاد لي بيبيت وغادي نغطيهم وغادي نخليهم نص ساعه حتى لساعه في الثلاجه. هاد لي طاب مهمه بزاف 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 باش كيجمعوا راسهم عاد ديك الساعات كيطيبوا. اي فوالا دونك انا خرجت لاباط ديالي من الثلاجه خليتها ساعه. دونك دابا غادي ندير هكا دي بتيت بول صغيورين وغادي نحطهم في اللاطه ديالي. درت بابي كويسون وغادي خصني فريمون نفرقهم باسكو غادي يتحلو ما نلاصقهمش كومش كومسا ما يتلصقوش ليا في الطياب. اي فوالا دونك كيف ما كتشوفوا هانتوما الطواره كبيره وابين درت فيها هاد تسعود الوحده.
خليت نص ديال لاباط عاوتاني في الثلاجه لو طون لي طيبو هادو باش عاوتاني نكمل الطياب ديال الاخرين. فرقتهم باش ما يتلاصقوش ليا. اي فوالا لو ريزولتا فينال ديال لي كوكيز ديالي. واخيرا صدقوا المهم هنايا درت جوج ديال الشكلات باش نشرح لكم. هنايا هاد الشكل هكا اللي جا مشقق بحال هكا كيجيو هكا بحال لي كوكيز ديال امريكان كوكيز. هادو كي درت ليهم غير خديت بالمعلقه وحطيت يعني ما ماشي هكا يبزتها بيدي حطيتها بالمعلقه وصافي. وهادو اللي جاوا بحال هكايا هادو درت كويرات بيدي اي بزتهم هكايا بيدي في الطاوه. فوالا دونك ديك الساعه نتوما كديروا شنو ما بغيتوا الا كان كيعجبكم هذا الشكل ولا الا كان كيعجبكم هذا الشكل هذا. فريمون جاوا زوينين. ديجا دقت وحده ماما تاني دقت وحده عجبوها دونك كنصحكم تجربوا لا غسيت. ميرسي نسيما. الوغ اول ايتاب في لي سوشي هي كنطيبوا الرز ديالنا. انا هنايا خديت هذا لو ري بور سوشي دونك راه لقيتو في سوبر مارشي في كارفور. الا ما لقيتوش هذا سبيسيالمون ديال لي سوشي كتقدروا تستعملوا لو ري بلون الرز الابيض. المهم الطياب ديال هذا الرز هذا مهم جدا. انا غنوريكم الطريقه. غادي تاخذوا القياس ديالكم ديال الرز. انا ناخذ غير نص ديال هذه فيها نص كيلو دونك انا ناخذ غير 250 غرام. غادي نديرو فواحد العيبه بحال هكايا وغير خصكم تغسلوا الرز مزيان فريمون تغسلوه مزيان حتى تحيد منه داك الاميدون اللي كيكون فيه داك البيوضيه يعني الماء يولي ترانسبارون ما يبقاش بيض. انا غنوريكم. هانتوما بغيت غير نوريكم راه فريمون خصكم تغسلوه بزاف حتى يولي الماء بحال هذا الشكل هذا. المهم شي قطوط كيغوتو عتي راه يديكم غيطيبوا بالغسيل لان جو باس غسلتو شي 10 د المرات. مي هاد ليطاب فريمون مهمه بزاف. دونك دابا غادي نحيد هاد الماء هذا وغادي نحط الرز ديالي يتسلق. غادي نحطو يتسلق عادي جدا. فاش يتسلق عاد ديك الساعه نوريكم شنو غديروا فيه. البنات بغيت غير نوريكم هنا الا ما كانش عندكم داك الرز سبيسيالمون ديال لي سوشي اللي وريتكم تقدروا تستعملوا هذا. المهم يكون بحال هكا قلت لكم بيض وكيكون باش ندير الفوكس فوالا يكون بحال مكركب فوالا. دونك هذا راه تقدروا تستعملوه. المهم دونك دابا الرز ديالي راه درتو يطيب. غادي نجي نوجد واحد الخلطه حيت اون فوا يطيب الرز غيخصني نديرها فيه. شنو غادي نحتاجو فيها؟ غنحتاجو فيها الملحه غادي نحتاجو فيها السكر سنيده و لانغريديون المهم هو هذا لو فينيغر دو ري الخل ديال الروز. هذا راه غادي تلقاوه في لي سوبر مارشي مارجان كارفور بارتو كيتباع بواحد 10 ولا 11 درهم بحال هكاك. المهم مهم جدا جدا جدا. غادي ناخذ زليفه غادي نديرو فيها هاد لو فينيغر دو ري غادي نديرو فيها معلقه ديال السكر وشويه ديال الملح. دونك فوالا ها هو الروز ديالنا طاب. درتو في هاد الزلافه كبيره بحال هكايا. غادي نغطيه بهكايا بزويف غير واحد 5 دقائق. هاي هذيك لابتيت صوص اللي وجدت خاص فريمون داك السكر يدوب. غنغطيوها 5 دقائق غير بيد ما ينشف وغادي نزيد عليه هاد لاصوص هاد لو زعما لو فينيغر دو ري مع السكر. المهم تقدروا ما ديروش الملح. انا درت غير مغي شويه كيكه الملح بلا ما ديروها الا بغيتو. المهم السكر مهم جدا هو لو فينيغر دو ري. نغطيو هذا 5 دقائق ونعاود نوريكم كيفاش غادي نديروا ليه. دونك دابا غادي نبقى ندير هاد لاصوص هادي زعما هاد لو غي هذا مع السكر لو فينيغر دو غي مع السكر غير شويه بشويه. وانا كندير وانا كندير غير هكا باش اون ميم طون يدخل فيه و اون ميم طون يبرد ليا الروز ديالي. المهم البخار سمحوا ليا غنبقى كندير هاد العمليه بحال هكا تندير داك الكميه ديالي اللي عندي وصافي غادي نخليه حتى يبرد. دابا اونطخ طون بغيت نصايب ديك لاصوص اللي كتكون حلوه اللي كتجي مع لي سوشي لاصوص تيرياكي. دونك غادي نوريكم كيفاش تصايبوها. غادي ناخذوا هكا قياس واحد نص كاس ولا كاس لارب ديال الماء. غادي نحتاجوا الجنجبر نحكوه غادي نحتاجوا ثومه محكوكه لاكاسونا هاد لو سوكر رو غادي نحتاجوا العسل
la sauce soja ou maïzena. Donc, première chose, on va mettre les ingrédients dans le double ma. On va ajouter la sauce soja. Donc, on va mettre un quart de cuillère de sel grand de la sauce soja. On va mettre une misani. Ensuite, غادي نديرو معلقه كبيره ديال لو سوكر رو المهم انا ديجا حطيت دابا غير كنزيد شويه وغادي نديرو معلقه ديال العسل حتى هي وشويه ديال الثومه قول واحد قياس غير واحد راس ديال الثومه حكوه نتوما اي فوالا دابا دونك اون فوا درنا كاع لي زانغريديون ديالنا الا مايزينا حكينا سكينجبير درنا العسل درنا الثومه وداكشي الاخر كامل غادي نشعلو عليهم في العافيه ونخليهم كيطبخوا اون فوا غيبدا داك الخليط ديالنا كيطبخ غادي ناخذ واحد هكايا نص كاس ديال الماء غادي نديرو معاه معلقه ديال مايزينا وغادي نخلطو مزيان وغادي نزيدوها على داك لو ميلونج او ميم طون هو كي فوق العافيه هاد مايزينا هادي اللي كتخليه يولي خاطر الوغ دابا اون فوا صافي برد الروز ديالنا غادي نبداو نصايبو لي سوشي غيخصنا هاد لي فو دو نوري راهم راه كتلقاوهم في السوبر مارشي غيخصنا هاد العيبه هادي الثاني ديال القصب هاد لو طابي ديال القصب كنديرو عليه هكايا لو فيلم اليمونتيغ باش غير باش ما يتوسخش لينا كنحتاجو هكايا فخوماج طاختيني دونك هنايا خلاص دي غرين باش غادي نزوقو بهم كاين زنجلان البيض والكحل ولي غرين دو بافو و هنايا داكشي غادي تبغيو ديرو في السوشي انا عندي السوريمي لافوكا كونكومبر غادي نزيد تا كروفيت المهم كتقدو كديرو فيهم زعما شنو ما بغيتو دونك لا بروميير ايتاب كناخدو ديك لا فوي دو نوري كنقسموها على جوج وكناخدو البلاصه الرطبه هي اللي كنديروها من التحت والبلاصه اللي كتكون حرشه كناخدو الروز وكنستفوه كامل عليها هنايا المهم انا غنحاول نشرح لكم وندير بحيث ما يمكنليش ندير كلشي اون ميم طون المهم انا نحاول نشرح لكم كنحطو الورقه هنايا اونسويت كناخدو بعدا هاد الزليفه فيها هذاك لو فينيغر دو ري اللي شاطليه اونسويت كناخدو اون بول ديال الروز المهم انا كنخدم بيدي ومن الاحسن تخدموا بيديكم حيت سي بلو براتيك كناخذوا داك الروز وكنحاولوا نغطيو كنبقاو نديروا له هكا وكنغطيو ديك لا فوي ما خصهاش كاع تبقى تبان اللون ديالها كنحاولوا نبقاو ندرجوا بحال هكا مي او ميم طون زعما ما نديروش بزاف ديال الروز باش ما يجيش داك الشيء مكلكل دونك فوالا كنغطيو هذيك بالروز بحال هكايا وكتزوقوها الا بغيتو بحال دابا ديروا شي غرين ولا شي حاجه انا غندير الزنجلان الا كان عندكم حتى داك البيض ديال الحوت مزيان فوالا وكنشدوها وكنقلبوها حيت هذا هو اللي كيكون الوجه فوالا بحال هكا دونك دابا كناخذ معلقه ديال داك الفخوماج وغادي نحاول ايطاليها على هاد لاصوص هادي فوالا اونسويت ما ايطالينا داك لو فخوماج ديك الساعات غادي تجيو تحطو شنو ما بغيتو بحال دابا هنايا غادي ناخد افوكا و سوريمي فوالا خاص يكون زعما يجي داكشي في الطوله كامله انا زعما باش نوريكم بحال هكايا كتخليو غير واحد شوي كي كامل الوسط هنا وهنا داك لي سباس دونك دابا هي لي طاب المهمه يدي عامرين بالروز بحال داك الروز كيتلصق ما تقولوش ليا هذيك الحاله ولا هذه المهم دونك اون فوا كنحطو داكشي اللي بغينا غادي نديرو الطويه الاولى بحال هكا وغادي نكحزو هكا وغادي نعاودو نديرو الطويه الثانيه وحنا كنطويو وحنا كنديرو بحال هكايا باش تجي ديك لا فورم ديال هكايا بحال الانبوده فوالا اي فوالا دونك كنحطوهم في ان بلاطو حتى كنساليو وعاد غادي نقطعو كلشي فوالا هادو تا هما درتهم بالكروفيت والكونكومبر والفرماج دابا غادي نوريكم كيفاش تصايبوا لي ماكي هذيك الاولى كانوا لي كاليفورنيا غول دونك دابا لي ماكي كناخذوا عاوتاني نص ديال الورقه ديال النوغي
توجور ديك الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق. غادي ناخذ الروز، مي هذه المره هذه غادي نخليو هذا القياس هذا، ما غاديش نديرو فيه الروز. انا غنوريكم بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يخدموا بديكو تقدروا تخدموا بهم، انا صراحه ما كنرتاحش فيهم بزاف وكيبداو يخرجوا ليا من يدي، دونك اللهم ندير هكا يا بيدي. بيان سور يديرهم مغسولين وداكشي كامل. دونك فوالا نحاولوا نايطاليو داك الروز و اون ميم طون الى فاش كيبدا يلصق لينا كنفزقوا يدينا بداك لو فينيغر دو ري. فوالا نحاولوا زعما يكونوا طبقات كاملين متساويين، ماشي شي طالع شي هابط باش ما يجيوناش عوجين. فوالا دونك هانتوما ايطالينا داك الروز وخلينا واحد لابارتي صغيوره من التحت. دابا كيف ما قلت لكم مع هذه ماكي ما غاديش نقلبوها، غادي نجيو نيشان وغادي نعمروها. دونك غادي نديرو الروز الروز غادي نديرو الفخوماج. ديك الساعه نتوما فريمون كديرو شنو ما بغيتو، زعما ما كاينش قاعده اساسيه. فخوماج وهادي غادي ندير فيها غير لافوكا، غادي نديرو ماكي افوكا. فوالا بحال هكا كنحطو الافوكا ديالنا اي غادي نبداو نطويو. دونك الدوره الاولى هكا والدوره الثانيه هكا وهكا، غير ممكن خاصهم يكونوا مزيرين. اي فوالا كتجي على هذا الشكل وكنحطوهم. اونسويت كنبداو نقطعو فيهم، كيخاص فريمون موس يكون ماضي ماضي ماضي، وكتبقاو تفزقوه شويه بداك الخل ديال سميتو ديال الروز، ومهم كتبقاو تقطعوه غير بشويه باش ما تبغوش ليكم. الوغ بوغ هاد الكيك ديال البعويد والشوكولا غادي تحتاجو 3 د البيضات، 41 غرام ديال الزبدة دايبة، كويس ديال السكر، كاس ديال الطحين. هكايا الشوكولا قطعوه طريفات بحال هكا، سينو الا بغيتو ديرو دي بيبيت مي هكايا طريفات ديال الشوكولا احسن. جوج ديال هذا ديال لافاني ووحدة ديال الخميرة، و بعويدات اللي قطعتو بحال هكا. ماما قادو درتيهم في درتيهم شويه الحامض والسكر براون. دونك بعويدات قطعوهم بحال هكا وديرو فيهم شويه ديال الحامض سكر سنيده، الحامض وسكر سنيده تلفتيني. اي فوالا دونك اول حاجه غادي نديرو غادي نضربو البيض مع السكر ومع لافاني. فوالا هما اون فوا طلع البيض والسكر كيولي بحال هكايا. ensuite غادي نديرو هذاك الطحين مع الخميره ومع شويه ديال الملحه، وغادي نزيدوهم على لو ميلونج ونبقاو نخلطو بشويه بشويه. تا ما يبقاش يبان الطحين تبقى تزيد هذيك الزبيده. هنا لو مول ديالنا دهناه ودرنا فيه الطحين، دونك دابا غادي نحطو لو ميلونج في هذا في المول. اي فوالا ها الكيك خرج من الفران. ديك الساعه نتوما كتزوقوه باش ما بغيتو سوا هكايا شويه ديال الكركاع ولا اون صوص شوكولا ولا شي حاجه ولا بلاش كاع. اي فوالا المهم تجربوها وقولوا ليا.